مساء الخير اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من استديو سي بي سي مصر تنتخب مصر اولا مصر اخيرا مصر بخير مصر كل يوم بيعد في السنه الجديده هادي وبنسمع فيه نوايا طيبه تبقى مصر بخير وان كان صندوق النقد الدولي بيقول لا خدوا بالكم اللي جاي ازمه مصر القادمه هي ازمه اقتصاديه كل ما يحدث في مصر في المستقبل له علاقه بالاقتصاد فاذا استقرت الاوضاع الاقتصاديه مع الاوضاع الامنيه مصر هتتنقل بسلام اذا تعثرت الاوضاع الاقتصاديه انعكست على الامن ثم انعكست على مستقبل مصر ليه البدايه اقتصاد بدايه اقتصاد النهارده المصري اليوم ناشر حاجه عن اشتراطات صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي محدد 14 شرطا علشان يقرضنا 3.2 من 10 مليار دولار يدينا 3.2 من عشرة مليار دولار بس حاطط 14 شرط نوع من الاحتلال الجديد صندوق النقد يحتلنا هو اللي بيحدد لنا عايزين فلوس اقول لكم هتعملوا ايه القرض اللي مصر طلبه يعادل تقريبا 200% من حجم استثمارها في صندوق النقد الدولي اللي قيمته مليار وتسعة من عشرة يعني مليار و مليون جنيه دولار قد المبلغ ده احنا بناخد تقريبا مرتين قرض فالبنك بقى الصندوق من حقه انه يتحكم فينا زي ما هو عايز، اقول لحضراتكم الشروط اللي حاططها عشان تعرفوا لو اتنفذت احنا هنعاني قد ايه. اه البنك الاول قال ان هتضاف اه في فايده نسبتها 1.31%. يضاف عليها مصروفات القرض لتغطيه الجزء المتبقي من عجز موازنه 2011 2012 وموازنه 2012 2013 هيكون عندنا عجز اكيد وعجز كبير في الموازنه، القرض ده يسدد خلال ثلاث او خمس سنوات. طيب بيقول ايه بقى السيد الصندوق؟ بيقول واحد مراقبه الصندوق للاداء الاقتصادي للحكومه بشكل ربع سنوي او مع اقتراب موعد صرف دفعات القرض. اجي اقول لك يا حكومه انت عامل ايه لا مش عاجبني ادائك، وقف ارجع اجراءاتك اللي عملتها مش مناسبه بالنسبه لي، اثنين تجهيز قانون جديد للجمارك لزياده العائدات يعني يرفع الجمارك وتحسين النظام الجمركي فنزود الجمارك عشان ترفعها فالاسعار تغلى في الداخل. ثلاثه اصدار قانون القيمه المضافه عن ان يبدا تنفيذه في مايو المقبل ليحل محل قانون الضرائب على المبيعات، ضريبه جديده ولكن بشكل مختلف. اعداد خطه متوسطه الاجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه يبقى الدعم هيتلغي في حاجات للفئات الاكثر فقرا وهيحدد لك مين هم الاكثر فقرا فهتبقى الطبقه المتوسطه اللي هي ما بقتش متوسطه بقت في الحضيض هي كمان تدار من هذا واستبدال الدعم بادوات اكثر تاثيرا على الصعيد الاجتماعي. خمسه نشر عدة تقارير دورية سنويا عن السياسة النقدية لتسهيل مهمة رصد التزامها بتنفيذ الشروط وحثت البعثة في الشرط الخامس الحكومة على إصدار موازنة 12 13 متسقة مع البرنامج الاقتصادي المتزامن مع قرض الصندوق في يونيو المقبل. نشر البنك المركزي تقارير رقابية عن البنوك المحلية على موقعه الرسمي نشر البنك المركزي تقارير رقابية عن البنوك المحلية على موقعه الرسمي بشكل ربع سنوي وكذا نتائج أعمال أعمالها اعتبارا من يونيو المقبل كله يبقى تحت عينهم نشاط بنوكك المركزية البنوك المحلية وبتعمل ايه ودخلت قد ايه وصرفت قد ايه تحت عين صندوق النقد الدولي واللي يقول ان صندوق النقد الدولي ده له مخترق ولا في رؤية ولا في دول عظمى بتلعب فيه يبقى طيب وعلى نياته ستة فرض ضريبة تتراوح بين خمسين وستين في المية على التبغ في يونيو المقبل يعني السجاير تزيد خمسين في المية أو ستين في المية وبالتالي المعسل يعني مزاج المصريين هيتعكر سبعة توسيع, توسيع القاعدة الضريبية نوسع لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال البورصة ودي مطالبات عديدة كانت بتطالب قبل كده أن يبقى فيه ضرائب على البورصة، على أن يبدأ تنفيذها يونيو المقبل أو أغسطس المقبل. بورصة متعسرة وتيجي دلوقتي تقول لهم هنعمل ضرائب رغم إن ده حق وده فرصة فعلاً إنه يدخل دخل زيادة لميزانية الدولة. إعداد دراسة عن السلع التي تتسبب في ارتفاع الأسعار وعلاج أسبابها لمعرفة أسباب ارتفاع معدلات التضخم واتخاذ تدابير لمقاومته على مرحلتين، الأولى في يونيو والثانية في نوفمبر 2012. ضم الصناديق الخاصة التي تحتوي على ما يقرب من 2.5 مليار جنيه إلى الموازنة العامة ومراقبتها رقم عشرة إلزام مصر في نوفمبر المقبل باستكمال أو الانتهاء من قانون القيمة المضافة بجميع مراحله وحثت البعثة في تقريرها القطاع المالي على وضع ضوابط لزيادة كفاءة رأس المال وتقليل نسب التعرض للمخاطر المصرفية 11 حق الصندوق في مراقبة نسبة العجز في الموازنة والاحتياط النقدي والأصول المحلية التابعة للبنك المركزي وحجم القروض التي حصلت عليها الحكومة 12 أن تتضمن منظومة الأداء بعض المرونة فيما يتعلق بالاحتياط النقدي الأجنبي بحيث تترك البنك المركزي نحو مليار دولار للتدخل في أسواق صرف العملات مليار دولار بس البنك احنا عارفين لما بيلاقي الدولار علي الدولار مخنوق دلوقتي وهيجي على الدولار هما مش هيسيبوا السماح لاسعار الصرف بالتحرك في الاتجاهين على ان تتم مراجعه الصندوق اذا ما تم فقد نحو مليار و250 مليون دولار في اربعه اسابيع ويشير هذا الشرط الى ان التقدم الذي ستحرزه الحكومه في البرنامج الاقتصادي سيتم مراجعته بشكل ربع سنوي من مجلس اداره الصندوق في الشهور التاليه يونيو سبتمبر ديسمبر 2012 مارس يونيو 2013 دي مواعيد صرف دفعات القرض توقيع اتفاقية مع البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد مسؤولياتهما في الالتزام بالشروط التي حددها النقد الدولي بعد وضع القرض في حساب الحكومة لدى البنك المركزي يعني الصندوق هيدير البلاد صندوق النقد الدولي بيقول لك اديك 3.2 من عشرة مليار مليار دولار وانا اللي هقول لك تدير المساله ازاي وبالتالي نتوقع ان سعر الدولار يروح ضارب وسعر الجنيه يروح نازل يبقى الدولار ب 7 جنيه ب 8 جنيه زي سعر السوق ما انت بتحرك ولما يوصل لمبلغ مسموح للبنك المركزي انه يتدخل بما قيمته مليار دولار فقط ده كلام طبعا محتاج خبراء يتكلموا فيه لكن ده بيقول لنا ايه احنا محتاجين ندور على مواردنا الداخليه مصر مش يجب ان تكون تحت سيف اي جهه خارجيه حتى لو كان صندوق النقد الدولي احنا محتاجين نفهم الخطر الحقيقي اللي في مصر ونفكر ازاي هننتج ازاي هنشتغل ازاي هنوفر فرص عمل ازاي هنستثمر وده جزء من موضوع حلقتنا النهارده في اطار اتفاقي معاكم ان احنا بندور على وجوه جديده غير النخبه اللي بتشوفوها انا معايا النهارده شخصيه ما بتظهرش الا نادرا انا معايا الدكتور اشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث لما بتتكلم عن رئيس المركز القومي للبحوث يعني بتتكلم عن علم يعني بتتكلم عن اختراعات جديدة يعني بتتكلم عن حد بيقولك عندنا مشروع نزرع الأرض الصحراوية في سينا بملاليم ملاليم ونطرد إسرائيل لما بنتكلم عن المركز القومي للبحوث بنتكلم عن حوالي 2500 عالم هاجر منهم حوالي 700 عالم اتخذوا كان زمان علمائنا بيغتلوهم يعني التاريخ الطويل كل علماءنا في العلوم وفي الذره تم اغتياله دلوقتي بيعملوا حاجه تانيه تعال يا حلو عندي هدلعك واديك فلوس كتير وامنك ولو عايز الجنسيه لك ودول عربيه شقيقه قريبه مننا قطر والسعوديه غير امريكا طبعا هذا المركز اسرائيل بتحاول تخترقه بشتى الطرق حاولت تعمل ابحاث من خلاله وحاولت تقدم دعم وعروض من خلال دول اخرى هذا المركز فيه عقل مصر هذا المركز هو اللي بيرعى الآن ويتابع مع الدكتور مصطفى السيد مشروع علاج السرطان بالذهب هنستنى لحد ما يتم تجريف مصر من عقولها بيجرفونا لحد فين بدأوا بالكورة دلوقتي المنتخب راح قطر الأهلي رايح يلعب بايرن ميونخ في قطر الجماهير هتروح قطر احتمال الدوري يتنقل قطر فضل الشعب بس الحتة ضيقه هناك قد كده مش هتاخد الشعب المصري كتير خالص هنستنى لحد ما تتجرف لا نتمنى ذلك يجب أن نوفر مناخ جيد للعلماء في مصر ويجب أن احنا نحافظ على أبناء مصر اللي هيقودوها للتغيير كل الضرب جاي في وقت واحد كله بيضرب محدش بيطبطب أبدا محدش بيقول يا مصر يا كبيرة يا حنينة احنا معاك يا مصر يا كبيرة يا مشتعلة يا اللي بتتنقلي فرصة وانت مرتبكة هخطف منك وهاخد أحلى ما عندك حتى الكوره افيوننا دماغنا لا حول ولا قوه الا بالله بعدها مباشرة هنقدم لكم وهقدم لكم ثلاث محافظات جديدة هنقدم محافظة إنا وهقدم محافظة الأليوبية ومحافظة الغربية علشان تعرفوا الخريطة قبل الانتخابات البرلمانية الهامة التي ستبدأ غدا إن شاء الله على مدى يومين الثلاثاء والأربعاء بعدها سأترك الشاشة إلى زميلتي العزيزة لميس الحديد تواصل معكم سهرتها الليله ومعكم منذ الصباح الباكر من العاشره صباحا عبد الرحمن يوسف هيفتح معاكم ونتابع انتخاباتنا في محافظات مصر التسع نلتقي بعد الفاصل مع باقه من الاخبار